موعد النشرة الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية، وهذه أبرز عناوينها. أوبك بلس تتفق على زيادة إنتاجها بواقع 400,000 برميل يوميا جانفي المقبل، وأسعار الخام تخسر 3 دولارات عقب قرار الكارتل النفطي. أردوغان يقيل وزير المالية على خلفية انهيار الليرة، ويتمسك بسياسة خفض أسعار الفائدة في مواجهة توسع موجة المعارضين. تفاقم الصراع المسلح في إثيوبيا يهدد بانهيار أسرع الاقتصاديات نموا في إفريقيا. معدلة التضخم القياسية تكبح 10 سنوات من النهضة. أهلا بكم من جديد. في المستهل اتفقت مجموعة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها أوبك بلس اليوم على المضي قدما في الزيادة المقررة في إنتاج النفط في جانفي المقبل. على خلاف كل التوقعات والتسريبات، تحالف أوبك بلس يثبت سياسته الإنتاجية بالاتفاق على ضخ معروض نفطي إضافي بواقع 400,000 برميل يوميا الشهر المقبل، في قرار يبدو مفاجئا للكثير من المتابعين الذين توقعوا دقائق قبيل اجتماع كبار المنتجين بتوجه الكارتل النفطي للتخلي عن سياسته الإنتاجية تحت ضغط المتحور الجديد وضغوط كبار المستهلكين بقيادة واشنطن. غير أن التحالف النفطي فضل أن يبقي اجتماعاته مفتوحة فيما يبدو احتمال عقد اجتماع استثنائي قبل لقائه العادي المحدد في 4 جانفي المقبل، رسالة يبدي عبرها التحالف استعداده لإقرار تعديلات فورية على سياسته الإنتاجية. تحت شعار التريث، فضل كبار منتجي النفط في العالم مواجهة مؤشرات تراجع أسواق الخام في انتظار الكشف عن تفاصيل التحقيقات الوبائية الجارية بشأن خطورة المتحور الجديد وتداعياته على الطلب العالمي. قرار زيادة الإنتاج يبدو رسالة حسن نية يطلقها التحالف في مواجهة دعوات تجنيب الاقتصاد العالمي، انتكاسة جديدة في ظل التعافي الهش بعد نحو 2 عامين من آثار أسوأ جائحة صحية تعصف بالمعمورة منذ نحو قرن. وعقب القرار انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ وفقدت 3 دولارات في تداولات متقلبة. تراجعت العقود الآجلة لخام براند بأكثر من 3% لتصل إلى 66 دولارا للبرميل قبل أن يقلص خسائره إلى 68 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% لتصل إلى 62 دولارا للبرميل. هذا وتوقعت مجموعة أوبك بلس عشية اجتماعها زيادة فائض النفط إلى 2,000,000 برميل يوميا في جانفي المقبل و 3,400,000 برميل يوميا في فيفري المقبل. ومن المنتظر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم تصويتا لاختيار أمين عام جديد خلفا للنيجيري محمد باركيندو الذي تنتهي فترة عمله في جوان المقبل.
أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مندوبي دول أعضاء في المنظمة أن دولا خليجية تسعى لإجراء تصويت الاختيار البديل الجديد، فيما أشار المندوبون إلى أن الكويتي محمد الغيص المندوب السابق للكويت في المنظمة ما يزال المرشح الوحيد لهذا المنصب، فيما يسعى العراق لتولي الأمانة العامة لأوبك. تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة لكن بوتيرة أقل من توقعات المحللين الأسبوع الماضي. في المقابل ارتفعت مخزونات البنزين، ووفقا للتقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعت مخزونات الخام بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر الماضي لتصل إلى 433 مليون برميل. التقرير ذاته أظهر تراجع الاحتياطي الاستراتيجي لمخزونات النفط الأمريكية بنحو مليون و900 ألف برميل لتتجاوز 600 مليون برميل. أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب عن الشروع في تنفيذ المشروع الصناعي المدمج لاستغلال واستخراج الفوسفات الخام شرق البلاد قبل نهاية السنة الجارية بشراكة جزائرية صينية. من الأولويات الحكومة هي تفعيل النشاط المنجمي، وداخل النشاط المنجمي راح تلقوا أن مشروع الفوسفات هو من أولويات الحكومة، وكذلك في برنامج رئيس الجمهورية. يعني ليست نفس الإجابة. الآن عندنا أولويات وعندنا برنامج زمني محدد، والوزارة الطاقة والمناجم عندها مهمة خاصة بالنسبة لمشروع الفوسفات تجسيده قبل نهاية السنة، وهذا ما سوف يتحقق، وندعوكم كذلك معنا للمشاركة في هذا المشروع الضخم الجيد الهائل ذات الأبعاد الاقتصادية الهامة بالنسبة لبلادنا. وإن شاء الله كما تفضلتم وقلتم في مناصب شغل كثيرة راح توفر في هذا المشروع في إطار إنجاز المشروع، ومن بعد في إطار استغلال المشروع في عدة ولايات من المنطقة الشرق الحدودية الشرقية للبلاد، وكذلك مشاريع اللي راح ترافق من القطاعات الأخرى التي ستكمل كل هذه المشاريع لإنجاحه ويصبح مشروع القرن كذلك بالنسبة للجزائر، وراح تصبح الجزائر من البلدان المصدرة للأسمدة عالميا. الوزير الجزائري وخلال جلسة مساءلة في البرلمان أكد أن المشروع المنجمي العملاق من شأنه أن ينقل الجزائر من مستورد للأسمدة إلى مصدر لها على المدى المنظور. ثانيا، إثبات خبرة في تسويق الأسمدة وإنتاج النهائية من المعالجة والمنتوجات النهائية من معالجة الفوسفات والأمونياك، وإن أمكن إثبات الحصول على شبكة توزيع للأسمدة عالميا. ثالثا، تقديم عرض تمويل مالي بشروط مغرية وجذابة، وقد تم إلى حد الآن استقبال عدة عروض وهي في محل الدراسة النهائية لإتمام إنشاء شركة مساهمة المذكور لتحديد الطرف الأجنبي وفق دفتر الشروط المعلن عليه في أفريل 2021، وسيتم إعلان إنشاء هذه الشركة مع نهاية هذه السنة بعد توقيع اتفاق الشراكة اللازم بين الجانبين الجزائري والأجنبي. أعلنت الحكومة الجزائرية عن تأسيس صندوق للتضامن مخصص لرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج. بيان الوزارة الأولى الجزائرية أوضح أن الخطوة تأتي في إطار التكفل بانشغالات الجالية وتكريس مبدأ التضامن الوطني. قبل رئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالة وزير المالية والخزانة لطفي علوان على خلفية انهيار العملة الوطنية. وتأتي استقالة علوان على خلفية تراجع قياسي مستمر للعملة الوطنية بانخفاض تجاوز 45% منذ أواخر أوت الماضية. نتابع هذا التقرير لفاطمة أحمد محديد.
تتلاحق الأزمة وتزداد حدتها في تركيا بعد الهبوط التاريخي الذي تشهده الليرة، تهاون ربطه محللون اقتصاديون بسوء الإدارة، ما رفع التضخم إلى خانة العشرات ودفع بالاحتياط الرسمي من النقد الأجنبي إلى التراجع، وأفقد الليرة ثلثي قيمتها في 4 سنوات. أردوغان الذي لا يتفق مع التدابير الاقتصادية التقليدية يعتبر أن معدلات الفائدة المرتفعة تتسبب في زيادة التضخم، ووجه أصابع الاتهام إلى الوزير المستقيل إثر رفضه خفض سعر الفائدة، مما أدى إلى خسارة الليرة التركية 29% من قيمتها في غضون شهر واحد. استقالة وزير الاقتصاد التركي لطفي ألوان فهو خبر صحيح، وتمت قبول استقالته بعد تقديمها قبل يومين، وتم تعويض تم تعيين نور الدين نباتي الذي كان مساعده، كان مساعد وزير الصناعة، يكون وزير الخزينة والمالية، وهو من أشد مناصري أردوغان في موضوع الاقتصاد الإنتاجي ودعم الفائدة المنخفضة. هذا ويمثل رحيل ألوان أحدث تغيير في عملية إحلال وتبديل سريعة في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا، والتي شملت إقالة أردوغان على نحو مفاجئ 3 محافظين للبنك المركزي في آخر سنتين. من المتوقع أن نشهد حقبة جديدة في سياسة الوزارة المالية والخزينة، بالإضافة إلى استمرار سياسة البنك المركزي في تخفيض الفائدة لدعم الاقتصاد الإنتاجي. نعم هنالك أعباء على الليرة التركية، الليرة التركية الآن هي تشهد تذبذب واضح وكبير أمام العملات الأجنبية، ولكن هذه مؤقتة ولن تدوم. في المقابل جدد الرئيس التركي تعهده بالحفاظ على معدل فائدة أساسية منخفض، مؤكدا أن بلاده تعمل وفق استراتيجية نمو تقوم على الاستثمار والتصدير. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر الماضي، لتظل عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات. أوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء الذي يتابع الأسعار العالمية الأكثر سلع الغذائية تداولا في العالم سجل 134 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقارنة ب 132 نقطة في أكتوبر الماضي، في مستوى يعد الأعلى منذ 2011. تعرض اقتصاد إثيوبيا لضربة جديدة مؤلمة بفعل النزاع المسلح الدائر في البلاد، بتسارع الشركات العالمية للانسحاب من ثاني أكبر البلدان الإفريقية كثافة للسكان. وتواجه البلاد أسوأ أداء اقتصادي منذ 20 سنة، بتجاوز معدلات التضخم مستويات قياسية تهدد بانهيار أسرع الاقتصاديات الإفريقية نموا. نتابع هذا التقرير لعبد النور حفصاوي. تحت وطأة نزاع مسلح متواصل منذ ما يزيد عن السنة، يتلقى الاقتصاد الإثيوبي ضربات جديدة توصف بالمؤلمة والقاسمة، بتسارع انسحاب كبرى الشركات العالمية من ثاني أكبر البلدان الإفريقية كثافة للسكان. مؤشرة مقلقة في منطقة القرن الإفريقي تعكس هواجس تحول النمر القاري من اقتصاد شهد نموا قويا في السنوات الماضية، وكان إلى وقت قريب يمثل قاطرة اقتصادية محتملة وقطبا للاستقرار الإقليمي، إلى اقتصاد يسير اليوم بخطى ثابتة نحو شبح الانهيار، بعد أن تمكنت جبهة تحرير تيغراي في غضون أسابيع قليلة من جر البلاد إلى جحيم الصراعات العرقية. تطور عسكري رسم لحالة من الغموض والخوف الذي خيم على الحياة اليومية للعاصمة أديس أبابا بعد أشهر طويلة من الصراع، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي العام للبلاد بالنظر للتضخم المتسارع الذي بلغ 35% سبتمبر الماضي، واضعا السلع اليومية خارج دائرة المتناول لغالبية المواطنين. معدلات تضخم قياسية فاقمت منها أزمة ندرة حادة في جل المواد الغذائية، انهيار مذهل لبلد لطالما كان يشكل دعامة للاستقرار في شرق القارة السمراء منذ 2011 بمتوسط نمو اقتصادي سنوي تجاوز 9%،
أعقبه صعود رئيس الحكومة الحالي أبي أحمد الذي سعى إلى تعزيز التغير الديمقراطي والاقتصادي في إثيوبيا. النزاع المسلح والمتفاقم في إثيوبيا يهدد بكبح أكثر من 10 سنوات من النمو القياسي، وضع البلاد في طليعة نمور إفريقيا. قبل الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. أوبك بلس تتفق على زيادة إنتاجها بواقع 400,000 برميل يوميا جانفي المقبل، وأسعار الخام تخسر 3 دولارات عقب قرار الكارتل النفطي. أردوغان يقيل وزير المالية على خلفية انهيار الليرة ويتمسك بسياسة خفض أسعار الفائدة في مواجهة توسع موجة المحاربين. تابعتم أيضا تفاقم الصراع المسلح في إثيوبيا يهدد بانهيار أسرع الاقتصاديات نموا في إفريقيا، معدلات التضخم القياسية تكبح 10 سنوات من النهضة. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى الختام، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.